مسألة أخرى مهمة أيضا، وهي أيضا مسألة التوبة. التوبة كما ذكرنا مهمة، يقول الله إلا من تاب، يقول وإني لغفار لمن تاب، لا بد من توبة. ولكن مع التوبة شيء آخر لا بد أن يكون حاضرا أيضا. انتبه، شخص ما حدث له موقف معين أمام ناظريه، مات أحد أقرانه، مات أحد أصدقائه مثلا، مات أحد أهله مثلا، أو وقع له حادث سير، حضر درسا وعظيا مثلا، دخل دورة تدبر قرآن كريم، أراد أن يتوب إلى الله تعالى. انتبه أيها التائب أنه يجب أن يكون مع التوبة شيء آخر، وهو الإصلاح. لا بد أن تصلح في توبتك، لأن التوبة وحدها مظنة الرجوع. وقد سمعنا كثيرا أن فلانا من الناس تاب إلى الله تعالى توبة نصوح، ما هي إلا أيام، أسابيع، أشهر، سنوات، وإذا به ينتكس عن استقامته، يرجع عن توبته الذي كان عليها. ما الذي جعله يرجع؟ لأنه تاب ولم يصلح. وفي ذلك الله تعالى ينبهنا كثيرا في القرآن الكريم، كما أن الله عز وجل نبهنا على مسألة زيادة الإيمان، فقال بأن الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من زيادة ليزداد الإيمان، ليثبت الإيمان في قلوبنا. كذلك التوبة إذا أردتها أن تكون صادقة، إذا أردتها أن تكون نصوحا، إذا أردتها أن تكون ثابتة في نفسك في قلبك، فأردف مع التوبة الإصلاح. لذلك يقول الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا، فإن تابا وأصلحا فيقول واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. إلا من تاب من بعد ظلمه وأصلح، دائما عندما يذكر التوبة يذكر معها ماذا؟ إيش؟ الإصلاح.